وعليكم السلام. الله يبارك فيك. المهرجان رجع بقوة لأنه عامين هو واقف، دونك رجع بقوة، رجع بتفكير كبير، رجع بواحد المستوى عالي جدا هو كعادته، ولكن هذا العام هذا بان لنا أنه كاين دي ريفليكسيون زوينين، وكاين استقبال مزيان، وكاين تنظيم مزيان، وكاين بزاف ديال الأشياء اللي جميلة جدا، حتى السينمات المكرمة حتى سميتو كاين فيها ما يدار. عندي جوج ديال الأفلام، فيلم ديال فوزي بن سعيدي جوغ دي تي، يعني فيلم يعني مخدوم مزيان طريقة مزيانة، غد تكون عنده لا بروميير انترناسيونال ديالته هنايا في مراكش. وكاين فيلم ديال اسماك حمراء اللي داز في المهرجان ديال طنجانيت ديال الاستاذ عبد السلام قلاعي، حتى هو اللي فيلم اللي كان يعني كنفتخروا به. انا عندي واحد انا ولد مراكش، وكبرت في وسط السينما الهنديه من دوك القدام، يعني قبل من شاروخ خان وقبل من هذا الشيء كله، هو جديد اللي كاين. اميتاب باشان، سميتو بزاف ديال الاسماء كبيره جدا. تفرجت في دوستي، تفرجت في سميتو بزاف ديال الافلام. وكانت عندنا يعني السينما الهنديه هي الاغاني والرقصات والنشاط والضحك، وكنخرجوا ناشطين مزيان من الفيلم، وكنغديو روحنا بزاف بهذاك الشيء اللي كيدوز. دونك ملي شفتو داخل، انا جيت صادفت معاه، ماشي زعما ما كنتش دايرها، تصادفت معاه داخل، داروا لي ديك الموسيقى، عجبني الحال، شطحت معاه وفرحان به، لانه يعني مكرم عندنا في بلادنا، مكرموا المهرجان. اذا انسان اللي ما يمكن الا تعانقه، تسالم معاه وتبغي الخير لبلادك من خلال انك تتفاعل مع واحد الشخص اللي جاي مكرم عندك. الدور ديالي في جوغ دي تي ديال فوزي بن سعيدي هو دور واحد شخصيه عجيبه جدا، وغادي تشوفوها وغتشوفوها كي دايره، كيف تلعبات، كيفاش تخدمات، كيفاش تفاهمنا مع فوزي على بزاف ديال لي ديتاي، وكيفاش خدات التفاصيل ديال هذيك الشخصيه. شخصيه عجيبه، الشخصيات يعني الا بغيت تقول ان هي مقتبسه من مسرحيه ديال تشيكوف، وتشيكوف تنعرفوا العوالم ديالو فيها بزاف ديال الانسانيه، فيها بزاف ديال يعني الاقتراب من الوقائع والاوضاع ديال الانسان، ديال البشر في وسط داخل واحد المحطات معينه انسانيه اجتماعيه بالاساس. شخصية ما نعرفش نهضر عليها، بغيت حتى نشوفها، تنشوف اشنا هي في الاخر ديالها. وفي اسماك حمراء بطبيعه الحال انا هو يعني العجوز ديال العجوز، ديك العجوزه بحال العجوزه ديال جليلة التلمسي، الفنانة جليلة التلمسي في وسط الفيلم، اللي ما كيخليهاش تشوف ولدها. أنا راضي على السينما من دائما، من شاطئ الأطفال الضائعين، وأنا راضي عليها. غير هذيك الأطفال الضائعين ما عرفناهمش فين مشاو. ضاع العمر يا ولدي. المهم احنا ماشي ما كنقارنوش راسنا بسينمات كبيرة، لانه ما عندناش صناعه سينمائيه بطبيعه الحال، ما عندناش كيفاش يعني نقيموا الاشتغالات ديالنا من الناحيه التجاريه، من الناحيه يعني ديال سياسات عموميه اللي ما خدماتش الجانب ديال تطوير السينما، جانب ديال الصناعه السينمائيه، خلق صناعه سينمائيه. ما عندناش هاد لو فولي هذا. احنا مناضلين، كنقول دائما احنا مناضلين داخل السينما، لانه ما عندناش يعني حتى غير ملي جا كوفيد، الهشاشه اللي كنا فيها حنايا اكثر من اي هشاشه، يعني حسينا براسنا بحال متنا صافي، ما بقيناش لايقين لحتى شي حاجه، حتى
حتى شي حد، لانه حنايا الفرجه بالنسبه لنا حيت فرجه تتكون جماعيه، دونك ما كايناش هذيك هذيك فين نجتمعوا، دونك مشى لينا كل شيء. وهذا هو لو مالور ديال الفنان في المغرب، انه مناضل كيتقاتل باش يحقق واحد الفرجه، باش يحقق واحد الثقافه معينه، باش يغذي الروح ديال الناس. تسالى التصوير، تسالى التصوير، تسالى البارح اظن، ايه البارح تسالى، يعني خدمنا، اشتغلنا بكل قوه، اشتغلنا بكل اريحيه، عرفنا ان الفيلم تيسوى غالي بزاف، تنازلنا على مجموعه من الاشياء، تنازلنا عليها على اساس المنتج تنازل على يعني الفلوس ديالو، السيناريست تنازل على الفلوس ديالو، المخرج تنازل على الفلوس ديالو، يعني بزاف ديال الناس اللي خدموا في الفيلم تنازلوا على 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 يعني على، بقاو لي تيكنيسيان، بطبيعه الحال مساكن الله يعاونهم، كيخصهم يتخلصوا في خرج السيمانه وصافي، هذا هو المهم. تعطلات لا ترونش الثانيه شحال بزاف، يعني كانت تسلفوا الفلوس، جابوا الفلوس، المهم اشتغلوا كملوا الفيلم. اهم شيء في الفيلم هو انه كيخلق دي مومون زوينين ديال التاريخ ديال انوال، لانه هو تيبدا من 1909 الوقت اللي تخرج محمد بن عبد الكريم الخطابي من فاس، الى ان يعني جات معركه انوال 1921، دونك هذا هو الحد ديالها، الحد ديال الفيلم. من بعد داك الشيء اللي وقع، هذاك الشيء يتكلفوا به ناس اخرين، مرحبا بهم، حتى هما يجيو، حنا كنحبسوا في انوال، انوال اللي باقي ديك الساعه المغرب كيناضل باش يعني باش يحرر واحد البلاصه ديالو. والناس ديال الريف ما تيهضروش فقط على محمد بن عبد الكريم الخطابي، كيهضروا على واحد مجموعه القبائل اللي كلها هي وحدها محمد بن عبد الكريم الخطابي، انطلاقا من الحكمه ديالته، من الرؤيه ديالته، ولكن كلهم ناضلوا، وكلهم كل واحد جاب شي حاجه، كل واحد دار شي حاجه، لانه قبائل الريف ماشي وحده، ماشي قبيله وحده. هاد تيقول لك شي واحد الريف واحد، لا، الريف راه مجموعه قبائل، ومجموعه قبائل كتفاهم بيناتها وكتقدر تقاتل بيناتها، هذه مسؤوله واضحه. طبعا 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 عكس ما يروج، هذاك الشيء اللي كيروج، هذاك اللي يروج من خارج الوطن ماشي داخل الوطن. داخل الوطن الناس ديال الريف كلهم عندهم وحده الرؤيه في ان هذيك المعركه كيخصها تحقق، إضافة لأنه كاين عشرات ديال الممثلين ديال الريف، ولاد الريف، من الحسيمة، من الناظور، من الدريوش، من مجموعة ديال المناطق تما، حتى هما اشتغلوا في الفيلم، إضافة لافيكوراسيون كلها هي بنات ولاد الريف وبنات الريف. تحياتي للجمهور ديال اليوم 24، المتابعين ديالها، وتحياتي لكم، ونتمنى انه يعني نعطيكم الاحسن والافضل لاحقا ان شاء الله، والله يطول العمر حتى نحققوا شي حاجه زوينه، شي طفره زوينه في السينما المغربيه.